ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الفيديو التعريفي لمادة اللغة العربية. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور التي سنقوم بشرحها وتحليلها ونقدها خلال هذا العام. كونوا معي. وكما تلاحظون أن مصادر اللغة العربية كثيرة، سيكون كتاب اللغة العربية منهاج وزارة التربية والتعليم، أيضا كتاب التمارين منهاج وزارة التربية والتعليم. سنتناول بالنقد والتحليل رواية الأميرة وبنت الريح. في هذه الرواية سنتعرف إلى مراحل متعددة ومرت بها طفولة سمو الأميرة هي بنت الحسين والأحداث التاريخية وأسماء لأشخاص حقيقيين وأماكن حقيقية وردت في هذه الرواية، وبالطبع سنتناولها كجزء من عمل روائي. هذه طبعا الرواية هناك تشابه بينها وبين الأحداث والأماكن الحقيقية، وبالطبع هذه الرواية تعد من فن السيرة. كما سنتناول البطاء البرية من الأعمال المختارة المترجمة التي سنقوم بتحليلها وتسليط الضوء عليها. قصة الأميرة وبنت الريح. العائلة هي أغلى ما تملك الأميرة هيا، في حضنها تعيش طفولة سعيدة إلى أن تهب تلك العاصفة المشؤومة وتقع المأساة، فينهار عالمها الهانئ. هربا من الحزن تتقوقع الأميرة الصغيرة على نفسها وتنزوي أكثر فأكثر. في عيد ميلادها السادس يأتيها أبوها الملك الحسين رحمه الله بهدية تغير حياتها إلى الأبد، مهرة يتيمة لا يتجاوز عمرها أياما قليلة. تنشأ بين الأميرة والمهرة علاقة عميقة ومؤثرة، تكبران معا وبالطبع تختبران الحب والفراق والتحدي وفي النهاية البطولة. مع بنت الريح تحقق الأميرة هيا حلما لم تجرؤ أي فتاة صغيرة على أن تحلم به من قبل. الأميرة وبنت الريح قصة واقعية مستوحاة من حياة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين رحمه الله، التي بدأت تشارك في بطولات الفروسية منذ كانت في الثانية عشرة من عمرها. ستكون هذه الرواية هي موضوع وحدة كاملة، سنتحدث خلال هذه الوحدة بأمور بحثية تخص هذه الرواية. بالطبع مهارات اللغة العربية الكثيرة المتعددة: مهارة الاستماع، التذكر، السمع. هنا ذكر التفصيلات حول أحداث وردت في النص المسموع أو سلوك سابق أو لاحق لحدث ما. علينا أن نفهم المسموع ونحلله، التمييز بين الأسباب والنتائج في النص المسموع، نقطة التحول في النص من نقاط عدة معروضة. أيضا تذوق النص المسموع ونقده وتعليل الأثر الجمالي للصور الفنية. مهارة التحدث، في هذا المهارة توظيف مهارات التنغيم الصوتي بما يتناسب أغراض الحديث والمشاعر دون افتعال أو مبالغة. بناء محتوى للتحدث، التعليق بموضوعية عن موقف أو حدث شوهد، التحدث في سياقات حيوية متعددة. أيضاً مهارة القراءة، قراءة الكلمات والجمل وتمثل المعنى.
قراءة النص قراءة صامتة ضمن سرعة محددة، ثم قراءة جهرية سليمة معبرة ممثلة للمعنى. فهم النص المقروء وتحليله، استنتاج معاني الكلمات من السياق وتحليل النص القرائي وأيضاً الكتابة، تنظيم محتوى الكتابة، التوظيف أدوات الربط بين الجمل والفقرات توظيفاً يحقق الترابط السلس، نقول لا نشعر أن هناك بعض التكليف، أيضاً توظيف أشكال كتابية مختلفة. البناء اللغوي، هنا سنستنتج مفاهيم نحوية أساسية ومفاهيم نوظف هذه المفاهيم، وأيضاً سنتعرف إلى مفاهيم بلاغة. دعونا نبدأ بالمحتوى، سيكون الوحدة الأولى. كما تلاحظون كتاب اللغة العربية، ونحن نحب الحياة لمحمود درويش، تحليل قصيدة للمتنبي، تحليل النص الشعري كيف سنحلله، الكتابة تحليل مقطع شعري، الأسلوب الإنشائي الطلبي. وطبعا سنعرض القواعد والمهارات الإملائية، الهمزة المتوسطة والفعل المضارع والأفعال الخمسة، نصوص خارجية، سنعرض قصة موت موظف، والمشروع سيكون عرض تقديمي، نحلل قصيدة ضمن موضوعات الوحدة. في الوحدة الثانية سنناقش ونشرح الاستماع، الشاهد والمشهود، اللغة العربية الأم، كتاب النشاط سيكون رحلة الطويلة من أجل الحرية، يموت ببطء وكتابة صفحة أولى من سيرتي الذاتية، نصوص بحثية كثيرة وقواعد ومهارات إملائية كالممنوع من الصرف وكتابة ألف المد. سيكون المشروع عرض تقديمي، تحليل عام للكتاب الأميرة وبنت الريح مع تخصيص مهمات معينة ومختلفة لكل فصل من الفصول. في الوحدة الثالثة سيكون كتاب النشاط، سنأخذ منه الاستماع، فن الاعتذار، كتاب الرسالة الشخصية الإلكترونية، ونصوص مرئية، خمس رسائل إلى أمي، والعديد العديد. المشروع سيكون رسالة اعتذار نستخدم خلالها من خواطر الشقيري، كتاب الأربعون. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته ومناقشته خلال هذا الفصل. أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.